مرحبا منا. بعد أن نزلت مقطع المعاني المخفية، الكثير طلب مني جزءا ثاني. أشك أن هذه كلها مصادفات، فتوغاشي برع في كتابة هانتر وأخفى كثيرا من التلميحات والمعاني في كتابته، وأنا كفان أعيد مشاهدته وأدهش كل مرة بكمية التلميحات والمعاني التي وضعها. ومرة أخرى سأذكر 10 معاني مخفية لم تلاحظها في أنمي هنتر. هذا المقطع لن يكون فيه حرق للمانجا. إذا كنت جديدا في القناة ومحبا لأنمي ومانجا هنتر، اشترك في القناة إذا لم تكن مشتركا بعد، واضغط زر اللايك إذا لم تلاحظ معظم هذه التلميحات. هيا لنبدأ. ارك-النمل كان عظيما ليس فقط بأحداثه وشخصياته، بل لكمية التلميحات والمعاني المخفية الموجودة فيه، وهذا ما جعله مميزا. وأول معنى مخفي كان في لعبة الجونجي التي كان يلعبها ميريوم مع كومونكي. هي من اختراع توغاشي، وهي لعبة طاولة أكثر تعقيدا من الشطرنج، وكي تفوز باللعبة يجب أن تحاصر الشاه أو الملك. لكن اللعبة تم اختراعها ليس فقط للعب، بل هي محور الأرك، وكان فيها أكبر تلميحات، منها تلميح لنهاية ميريوم. فقطعة الجونجي سيو تعني الملك أو قائد الجنود وتمثل ميريوم، وقطعة الشينوبي تعني المهاجم وهي تمثل كوموكي. كلمة الجونجي تكتب هكذا بحروف الكانجي. الكانجي الثاني في كلمة كونجي هو نفسه كانجي كلمة نملة، لكن باختلاف البداية، فالأول يعني إنسان والثاني يعني حشرة. وبما أنها من اختراع توغاشي، فهو بالتأكيد كتبها بهذه الطريقة ليظهر تطور ميريوم من نملة إلى بشري. أيضا في نفس اللحظة حينما استخدمت كوموغي أول مرة قطعة الجندي والتي تقرأ باليابانية هيو وتعني فهد، بدأ شيتو جندي الكاميرا والذي يشبه تصميمه الفهد قتاله مع موريل. وأيضا حينما تم استخدام قطعة القوس الجديد من طرف كوموغي، بدأ في نفس الفترة شيتو باستخدام قدرته الجديدة وهي القوس والنشاب لأول مرة. ميريوم خلق كملك وأراد حكم العالم، لكن مع تطور القصة والتقائه بكوموغي حينما سألته عن اسمه، بدأ يشعر بحاجته لمعرفة اسمه. هذا ما حفزه على قتال نيترو، وهذا كان بداية رحلته كإنسان. كما ذكر نمل الكاميرا أن البشر ينادون بعضهم بأسماء، وأرادهم أيضا التميز بها، لكن الحراس كانوا يرون ميريوم على أنه الملك فقط ولا يحتاج اسما لمكانته. لكن حينما التقى بكوموغي هي لم تهتم لمكانته، وحتى بعد تهديده لها أصرت على أن يهزمها فقط في الجونجي. لكن ما لم تلاحظه هو ارتباط اسم الملك بكوموغي، فاسمه معناه النور الذي يضيء فوق كل شيء. كوموغي عمياء ولا ترى شيئا، لكنها استطاعت رؤية الملك كميريوم فقط، وهكذا هما كملا بعضهما. كل واحد من الحرس الملكي مات موتة شنيعة وكانت نهايتهم مأساوية، لكنهم استحقوا ذلك بسبب ما فعلوه بجنس البشر. لكن أسوأهم كان موتة بيتو، وهذا ما لم تلاحظ. إذا رجعنا إلى بوف ويوبي، مع أن ولاءهما كان للملك قوي، إلا أنهما كذبا على الملك. فبوف حاول إبعاد كوموغي وإعصاء أوامر الملك، ويوبي ترك ناكل ولم يقضي عليه مع أنه كان مع الدخلاء. لكن تبقى بيتو هي الوحيدة التي لم تعصي أوامر الملك وحاولت حماية كوموغي. حتى بعد موتها النين أصبح أقوى بعزيمتها على حماية الملك. وبما أن الملك توافق مع البشر في النهاية، بيتو على عكس يوبي وبوف لم يكن عندها مانع للوقوف مع البشر إن كانت هذه إرادة الملك. أي أن الشخصية الوحيدة التي لم تعد عدوا للبشرية هي الوحيدة التي استهدفت وقتلت، وبسببها ضحى جون بحياته. والأكثر الصدمة أن بيتو هي الوحيدة التي لم يظهر شكلها الحقيقي كنملة على عكس بوف ويوبي. وكأن توغاشي يقول أنها كانت أقرب منهما لأن تصبح بشرية لسوء حظ جون. في الحلقة 50 حينما حاول جون وكيلوا الهروب من نوبوناغا، كان كيلوا مستعدا لأن يضحي بنفسه ليستطيع جون الهرب، لكن جون أخبره أن لا يتكلم عن الموت كأنه شيء عادي، وأخبره بأنه أناني ولا يجب أن يضحي بنفسه لكي ينقذهما.
لكن هذا كان تلميحا لما سيحصل مستقبلا، فسخرية القدر هي أن الجون نفسه من ضحى بنفسه في آخر المطاف ولم يهتم أبدا بالموت كي ينتقم لكايتو. لكن ما لم تلاحظه هو أن جون قال أيضا أن مهمته هي التفوه بأشياء مجنونة ومهمة كيلوا أن يبقى هادئا ويوقفه، وهذا تماما ما حصل في الحلقة 116 حين غضب جون أخبره كيلوا أنه مسيطر عليه الغضب ويجب أن يهدأ ويركز على إرجاع كايتو. حتى حينما هاجمت بيتو كايتو كان كيلوا هو من أوقف جون لكي لا يقاتل بيتو. في قتال استخدم النيدرو تقنيته البوذية وكان يستخدم إشارات بيده في كل تقنية. هذه الإشارات استمدها من ديانة البوذا نفسها. كل إشارة كان معناها كالتالي: إصبع السبابة موجه نحو الخصم وتعني حركة التهديد أو التحذير، واستخدم نيدرو فيها قدرته المدمرة. ضم اليدين إشارة تعني التحية أو الشكر. إشارة المئة الصنف تعني التعليم أو قلب موازين القوانين. أما القلب فهي إشارة نيدرو استخدمها فقط لإظهار امتنانه وشكره كما هو مكتوب على قميصه، وهي كلمة كوكورو والتي تعني القلب، واليد المبسوطة تعني عدم الخوف. لكن المعنى المخيف هو في هذه الإشارة، هذه ليست إشارة من ديانتهم. هناك إشارة قريبة منها تعني التفاهم بالعقل، والتي استخدمها نيدرو عدة مرات في الهجوم كدليل على نقاشه مع ميرويم بطريقته. لكن التغيير الوحيد الذي فعله نيدرو في هذه اللحظة هو ترك الإصبع الوسطى مشيرا لميرويم، وهذا معناه أنه طفح الكيل في التفاهم معك أيها الملك. لنرجع إلى لعبة الجونجي وكيف لمحت لنهاية ميرويم. خلال لعبها استخدمت كوموجي استراتيجية كوكوريكو والتي اخترعتها وتعني الملك. هذه الخطة تعتمد على عزل قطعة الملك عن القطع الأخرى والقضاء عليه، وهذا تماما ما خطط له نيدرو مع الصيادين لتفرقة الملك عن الحراس والقضاء عليه. لكن الصادمة أكثر أن كوموجي استخدمت هذه الخطة مرة أخرى وأضافت حركة كي لا يجب على الملك أن يموت، وهذا تلميح لما حصل للملك بعد إحيائه. وبعدها استخدم الملك نفس حركتها لتفاجئه بصدها وجعل الملك يموت هذه المرة، وهذا تلميح لموته بالسم. كوموجي كانت هي قطعة الشينوبي، وهذا كان موضحا في الأنمي وحتى في نهاية الأغنية. وفي آخر لعبة لهم تركت فقط قطعة الشينوبي وقائد الجنود في الطاولة، وهذا يلمح لموتهما معا. نهاية أرك النمل كانت درامية أكثر من الأركات السابقة، لكنها لم تعطي حقا لأي أحد من الشخصيات الرئيسية، فكل واحد منهم حصل على نهاية مأساوية، وفي الأخير لم يستفد البشر ولا النمل بشيء. فمثلا النمل الوحيد الذي قتل من طرف الصيادين هي بيتو، مع أنها هي من أظهرت تعاطفا مع البشر في الأخير. تمت التضحية بعدد كبير من البشر، لكن الأهم كانت التضحية بأقوى صياد في عالم هانتر وقتها وهو نيدرو. وهذا لأجل ماذا؟ الملك والعدو الأكبر لم يشكل خطرا في النهاية ولم يعد عدوا ومات في كل الأحوال. أما جون فكان على وشك خسارة حياته. كان هناك بعض من الأمل للشخصيات المتبقية، لكن المعنى المخفي هو أن الواقع لا يقف مع الأبطال، والقدر لم يعطي فرصة لأبطالنا وتركهم منكسرين من أجل لا شيء. رحلة جون وميرويم كما تحدثت عنها سابقا في هذا المقطع كانت متعاكسة، فالأول تحول إلى وحش والثاني أصبح بشريا. لكن توغاشي لم تقتصر كتابته على هذا فقط، بل أعطى تلميحات مسبقا، وحتى حياتهما كانت منقلبة. فاسم ميرويم هو النور الذي يضيء كل شيء، أما جون فأخبره كيلوا أنه النور لكنه أصبح ظلاما في الأخير. في ثاني لقاء لجون مع نمل الكاميرا أخبره كايتو أن لا يتردد ويحطم رأس النمل إذا أراد القضاء عليهم. أما مع ميرويم فعكس ذلك حصل، قتل أول بشريين رآهما بدون تردد. أخبرته بيتو أنه يجب عليه إبقاء الرأس الفريسة لأنه الأكثر لذة. والصادم أكثر هو تشابه أحداث أخرى، مثلا قتال جون مع ناكول ولعب ميرويم مع كوموجي، كلاهما يقاتلان ضد خصم ذو خبرة عالية وتحت الموعد النهائي، لكن كلاهما يكرران خسارتهما.
أيضا قبل النزال نام ناكول وظن جون أنه غبي، نفس الشيء مع كوموغي، نامت هي قبل لعبها وقال مريم أنها غبية. كلاهما كان يقاتلان بجدية وجعلا خصميهما يستريحان قبل النزال، والعكس مع ناكول وكوموغي، كلاهما كان يلعبان بلطف ضد خصميهما، وهذا ما لم يعجب جون ولا مريم. وكلما تطورت الأحداث تغير مريم تدريجيا ليصبح أكثر تفهما، بينما جون يغوص في الظلام. مع رؤية هذا التشابه بين ميرويم وجون، نفس الشيء انطبق على كيلوا وبيتو. كيلوا صديق جون وبيتو هي حارسة الملك، كلاهما يريدان حمايتهما مهما كلفهما الأمر. الشبه بينهما مخيف، فبيتو تشبه القطة، أما كيلوا فهو دائما ما كان يظهر بمظهر القطة. كلاهما ذكيان وتطورا خلال الأرك، فبيتو أصبحت تهتم لمشاعر غيرها وتتفهم مواقفهم وأرادت حماية كوموغي، أما كيلوا فتطوره كان الأفضل في ارك-النمل. أما آخر تشابه هو قدرة الدمية التي تجعل بيتو تتحكم بالغير، وتحكم إيلومي بكيلوا. كل ارك في هنتر انتهى بنهاية غير متوقعة. من كان يظن ان كيلوا سيخسر امتحان الصيادين، وان كرولو وهيسوكا لن يتقاتلا، وان جون لن يلتقي بجين بل بكايتو، وان ميرويم لن يقاتل البطل وينجو واحد منهما، لكن البطل سيكون على شرف الموت والشرير سيموت بسلام مع بشرية. فكل النهايات وان لم تعجب كانت مناسبة جدا ومختلفة تماما عما نتخيله. لكن ما لم تلاحظه هو أن كل هذا تم تلخيصه في جملة واحدة في آخر حلقة. عليك أن تستمتع بالمنعطفات الصغيرة إلى أقصى حد، أن هناك ستجد الأشياء الأهم مما تريد. جين هو توغاشي، ورسالته لنا خلال هذا العمل هي أن نستمتع بالرحلة والأحداث وليس فقط الوجهة أو النهاية. وهذه أيضا تلميح بأن توغاشي لا ينوي إنهاء هنتر قريبا، ويريد منا الاستمتاع بمنعطفاته حتى يكمل. وهذه المقولة تنطبق أيضا على مشاهدي الأنمي في ظروف الحياة، نستمتع نحن بهذه المنعطفات الصغيرة والمحطات علنا نجد السعادة. إذا كنت سعيدا بهذا المقطع أتمنى أن تشاركه وتضغط زر اللايك، فهذا يشجعني جدا على إعطاء المزيد. وكالعادة إن توقف توغاشي فنحن لن نتوقف، فهناك المزيد من الأسرار والخبايا. وحاولوا أن تشاهدوا هنتر مجددا بهذه التلميحات في بالكم وستشعرون بمتعة أكثر. هنتر ليس فقط شونين عادي فيه قتالات، بل هو يجمع كل أصناف الأنمي في عمل واحد من كاتب مبدع. آخ فقط لو يرجع توغاشي ويكمل هذه التحفة. وهذه كانت نهاية مقطع، أراكم في مقطع قادم. داني.